السلام عليكم الطلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبداو الكور ديالنا واللي كيتعلق بالكور دو جينيتيك ايمان اي موليكولير اس في اي اي 5. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد البلان اللي غادي نخدموا بهذا الكور هذا، وكذلك لي زيتاب اللي غادي نطرقوا ليهم، ومن بعد غادي ندوزو نتعرفوا على بعض لي ديفينيسيون اللي هما مهمين واساسيين بزاف، حيت خاص تكون عندك واحد الدرايه بهم باش يعني ملي نخدموا الكور ديالنا تكون عندك واحد الدرايه لي مالادي اللي غادي نخدموا اين مالادي كينتميو. حيت بالنسبه لهاد ديفينيسيون اللي غادي نشوفو غادي الا خصنا يعني لي مالادي جينيتيك اون جينيرال. دونك بالنسبه للبلون دو الكور دو جينيتيك ايمان موليكولير كينقسمنا لدو شابيت، عندنا لا بروميير شابيت غادي نشوفو فيها جينيتيك ايمان، اي لا دوزيام شابيت غادي نشوفو فيها جينيتيك موليكولير. دونك بالنسبه لا بروميير شابيت فيها دو بارتي، بروميير بارتي هيريديتي مونديليان مونوجينيك، اي لا دوزيام بارتي هيريديتي ملتي فاكتوريال. بالنسبه لهاد لي دو بارتي غادي نشوفو فيهم دي مالادي اللي كيتعلقوا بهم، ونشوفو يعني ديفينيسيون كل واحده فيهم اي لي كاركتيريستيك، كذلك لي بارتيكولاريتي تكون مالادي. اذا بالنسبه عندنا بروميير بارتي ليريديتي مونديليان مونوجينيك فيها دو بارتي، عندنا ليريديتي اوتوزوميك اي ليريديتي لي او 6، يعني غادي ندرسو ليريديتي اللي كيتعلقوا لنا بالاوتوزوم، وكذلك ليريديتي اللي كيتعلقوا لنا بالكروموزوم 6. اذا بالنسبه ليريديتي اوتوزوميك فيها دو كا، ليريديتي اوتوزوميك دومينونت اي ليريديتي اوتوزوميك ريسيسيف. كذلك بالنسبه ليريديتي لي او 6 غادي ندرسو بالنسبه ليريديتي لي او كروموزوم اكس بالنسبه للدومينو ديالو الريسيسيف، اي ليريديتي لي او كروموزوم اي. بالنسبه لهادو قلنا غادي نشوفوا يعني لي ديفينيسيون كل واحد فيهم، كذلك لي كاركتيريستيك ديالهم ومهمين بزاف وكيتحطوا، اي من بعد غادي نشوفوا لي بارتيكولاريتي اي لي مالادي اللي كيتعلقوا بهم. بالنسبه للدوزيام بارتي دو بروميير شابيتر عندنا ليريديتي ملتي فاكتوريال اللي غادي درسنا يعني لي مالادي ملتي فاكتوريال اللي كيتعلقوا لنا نقدروا نقولوا يعني بزاف لي كروموزوم كيتوشيونا بزاف لي كروموزوم. عندنا ليريديتي ملتي فاكتوريال، مالادي ميتوكوندريال اي مالادي جينيتيك دي سيليك سوماتيك اي لي كاريوتيب ايمان اي لي زانومالي كروموزوميك. هنا بالنسبه للدوزيام شابيت غادي ندرسو لي مالادي ميتوكوندريال اللي كيتعلقوا لنا بالميتوكوندري كيكون هو يعني السبب فيهم، وبالنسبه عندنا المالادي جينيتيك دي سيليل سوماتيك لي مالادي اللي عندهم علاقه بلي سيليل سوماتيك، اي بالنسبه للكاريوتيب ايمان غادي نشوفوا يعني الكاريوتيب ايمان كيفاش اننا نجزو واحد الكاريوتيب ايمان اي لي زيتاب ديالو واللي مهمين بزاف، وكذلك لي مالادي اولا لي زانومالي كروموزومي يعني لي زانومالي اللي عندهم علاقه بلي كروموزوم يعني بصفه عامه كروم كيتوشيونا كروموزوم كامل، سواء يكونوا دي زانومالي دو نومبر اولا دي زانومالي دو ستركتور. هادشي ان شاء الله من بعد غادي نطرقوا له مزيان وغادي ندرسوا كل بارتي بارتي باش نفهموها اكثر. دونك هادي بالنسبه يعني بروميير شابيتر، وهادو هما يعني لي زيتاب اللي غادي نطرقوا ليهم، وهادو هما لي زيتاب الاساسيين. بالنسبه لا دوزيام شابيتر اللي هي جينيتيك موليكولير فيها دو بارتي، بالنسبه لا بروميير بارتي ميتاسيون جينيك اي لا دوزيام بارتي ميكانيزم بيولوجيك دو لا ريباراسيون. بالنسبه للدوزيام شابيتر جينيتيك مونديليان كدرسنا لي ميتاسيون اللي كيتسببوا لنا في دي مالادي، وكذلك الدوزيام بارتي ديالها كدرسنا ديك لي ميكانيزم اللي كنعالجوا بهم ديك لي ميتاسيون واللي مهمه بزاف. اذا هادو هما يعني لي بارتي اللي غادي نطرقوا لهم ان شاء الله مور هذا الفيديو هذا، وغادي نحاولوا نديروا يعني كل بارتي او لا كل فقره غادي نحاولوا نديروها في فيديو باش يعني ما نطولوش علينا الفيديو بزاف، ونعطيو كل فقره نعطيو لها الوقت الكافي ديالها ونفهموها مزيان ونضبطوها وان شاء الله يكون خير. ودابا ندوزو يعني لي ديفينيسيون اللي قلنا يعني مهمين بزاف كيتعلقوا لنا بلي مالادي جينيتيك اون جينيرال، حيت لي مالادي اللي غادي ندرسوهم كل مالادي اين مالادي غادي ينتم. بحال مثلا عندنا دي مالادي جينيتيك اي دي مالادي ميتوكوندريال
et des maladies chromosomiques, ou kadalik on a des maladies qui t'alquna les cellules somatiques. غادي نتعرفوا على ديفينيسيون د هاد لي تروا تيب لي مالادي من بعد مور هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعمقوا فيهم اكثر وندرسوا الحالات ديالهم. اذا بالنسبه لي دو بروميير ديفينيسيون عندنا مالادي جينيتيك او لا مالادي مونوجينيك وكذلك عندنا مالادي كروموزوميك. Donc, maladies génétiques, ce qui est nous, les maladies génétiques sont dues à un défaut de fonctionnement d'un gène et sont héréditaires. Bimana, les maladies génétiques, ce qui est le cas, c'est un défaut de fonctionnement d'un gène. مثلا عندي واحد الجين واحد المورثه وقعت عليها واحد الميتاسيون طفره. اذا هنا شنو كيوقع؟ كتحول لي من فونكسيون ديالها نورمال لواحد الفونكسيون اللي ماشي نورمال كتادي لواحد المالادي. لهذا كنسميو لي مالادي جينيتيك سون دي ان ديفو دو فونكسيونمون دان جين. يعني كتغيرنا من الوظيفه ديالو يعني العاديه اللي كياديها في النورمال لواحد الوظيفه اللي كتسببنا واحد المالادي وكيكونوا ايل سون هيريديتير يعني وراثيين اي ايل سون دومينون او ريسيسيف. يعني سواء يقدر يكون هذا المالادي دومينونت ويقدر يكون ريسيسيف. اي سي لي تيتي سور لا بير دو كروموزوم سكسييل لي مالادي ايديت غونوزومال او ليي او سكس. يعني اذا كان هذا المالادي بورتي سور دي كروموزوم سكسييل يعني محمولين على دي كروموزوم سكسييل سواء اكس او لا ايغريك كنسميوهم دي مالادي غونوزومال او لا مالادي ليي او اكس. وكذلك عندنا الكات الثانيه واللي هي سي لي لوكاليزي سور دي كروموزوم اوتوزومال اوتوزوم باردون لا مالادي ايديت اوتوزومال. هنا يعني ملي يكون عندنا واحد المالادي محمول على دي كروموزوم اوتوزوم يعني دي كروموزوم عاديين كنسميو هاد المالادي اوتوزومال. دونك هذا هو يعني بصفه عامه يعني اون جينيرال مالادي جينيتيك قلنا كيكون السبب ديالو واحد ديفو دو فونكسيونمون دان جين يعني ديك الجين او المورثه اللي عندنا ما بقاتش كتادي الفونكسيون ديالها العاديه. وكذلك قلنا يقدر يكون دومينون او لا يقدر يكون ريسيسيف اي يقدر يكون محمول على دي جين سكسي سواء اكس اي ايغريك وكنسميوهم دي مالادي غونوزومال او لا مالادي لي او 6. وكذلك قدروا يكونوا محمولين على دي كروموزوم اوتوزوم يعني دي كروموزوم العاديين وكنسميو المالادي اوتوزومال. دونك هذا بالنسبه للمالادي جينيتيك. دابا ندوزو لي مالادي كروموزوميك يعني دي مالادي كيتوشيونا دي كروموزوم يعني كامل. هنا شنو كيعني لي مالادي كروموزوميك؟ عندنا لي مالادي كروموزوميك سون دي ا لا بريزونس دان كروموزوم سوبليمونتير sur une des paires trisomies ou l'absence d'un chromosome sur une des paires monosomies. Leur origine se situe au moment de la meiose pendant la gametogenèse. هنا بالنسبه للمالادي كروموزوميك شنو كيعني لنا؟ هو واحد البريزونس دان كروموزوم سوبليمونتير يعني واحد الكروموزوم زايد واللي كنسميوهم تريزومي يعني في الكاريوتيب ديالنا احنا كيكون عندنا دو بير دو كروموزوم يعني كنمشيو دو كروموزوم دو كروموزوم دو كروموزوم هيدا كنشكلو الكاريوتيب. مي دي مالادي كروموزوميك كتلقى مثلا عندنا في واحد الكروموزوم او لا في لي كروموزوم كاينين تروا كروموزوم هنا كنسميهم دي كروموزوم دي شنو سميتو دي مالادي كروموزومي. وفي بعض الحالات كيكون عندنا شنو سميتو عندنا لابسونس دان كروموزوم سور دي بير مونوزومي كيكون عندنا هنا لابسونس دان كروموزوم يعني في بلاصه ما يزدادنا واحد الكروموزوم كينقصنا واحد الكروموزوم هنا كنسميهم دي مالادي كروموزومي. بالنسبه لهاد لي دو تيب اللي شفنا هو دي مالادي كروموزوميك دو نومبر يعني عنده علاقه بالعدد لي كروموزوم سواء يزدادنا واحد الكروموزوم او لا العديد من لي كروموزوم في الكاريوتيب او لا ينقصنا واحد الكروموزوم من الكاريوتيب. وكاين تيب اخر اللي هو كيتعلقنا بمالادي كروموزومي كيكون مالادي كروموزوميك دي ستركتور كيكون عندنا دو كروموزوم واحد الكروموزوم واحد البارتي منه كتفقد او لا كتزاد من واحد الكروموزوم واحد اخر هادو كنسميهم دي مالادي كروموزوميك دي ستركتور. بمعنى ان دي مالادي كروموزوميك فيهم دو تيب فيهم دو ستركتور اي دو نومبر وان شاء الله غادي نطرقوا لهم في الكور وغادي نفصلوهم مزيان. دونك هذا بالنسبه يعني المالادي جينيتيك اي دي مالادي كروموزوميك تعرفنا عليهم ودابا ندوزو لي دو مالادي اخرين.
اذا دابا غادي نتعرفوا على دو تيب دي مالادي وحدين اخرين، واللي هما عندنا مالادي جينيتيك دي سيلول سوماتيك اي لا باثولوجي او انومالي دو ادي ان ميتوكوندريال. دونك بالنسبه للتروازيام مالادي اللي هو مالادي جينيتيك دي سيلول سوماتيك، كيعني لنا باغ ديفينيسيون هو لانومالي جينيتيك اي روتروفي دون لادي ان دو توت لي سيلول دو لورغانيزم y compris les cellules germinales, spermatozoïdes et ovocytes, et peut être transmise aux générations suivantes. Ces maladies génétiques ne surviennent que dans les cellules somatiques spécifiques, le modèle et on y le conserve. Et donc, بالنسبة les maladies qui ont une relation avec les cellules somatiques, هما des anomalies qui touchent l'ADN de toutes les cellules de l'organisme. يعني كيقيسونا l'ADN جميع الخلايا ديال الجسم بما فيهم دي سيلول جيرمينال اللي هما سبيرماتوزويد اي دي سيلول اوفوسيد. يعني هذا المالادي عنده واحد البيرسونتاج كبير بزاف لانه ينتقل، وكذلك عنده واحد البيرسونتاج اللي عالي انه يتوشينا يعني اي اورغان في الجسم، حيت كيتوشينا لادي ان جميع لي سيلول د لورغانيزم. يعني يقدر يادي لك يعني باغ اكزومبل لو بومون ديالك، ولا يعني لغيان، ولا اي اورغان، حيت هو اذا باغ اكزومبل كان عندنا واحد الاورغان فهو واحد الانومالي كيتعلقنا بدي سيلول دي سيلول سوماتيك، يقدر يتوشيلو اي اورغان في الجسم ديالو، وكذلك كتكون عنده واحد البيرسونتاج اللي كبير انه ينتقل واحد جينيراسيون واحده اخرى، حيت كيتوشينا كذلك حتى دي سيلول جيرمينال اللي هما سبيرماتوزويد او لا لوفوسيد. دونك هذا بالنسبه يعني للمالادي دي سيلول سوماتيك. وكاين عندنا اكزومبل الموديل دو كونسير، الكونسير كينتمينا دي مالادي دي سيلول سوماتيك، وكيكون عنده القدره كبيره انه ينتقل باغ دي سيلول جيرمينال سبيرماتوزويد اي لوفوسيد، وعنده قدرة انه كيادي لنا يعني ديفيرونت اورغان. باغ اكزومبل كتلقى اللي عنده كونسير د التادي، ولا يعني الكونسير في الكبده، ولا يعني على حساب الاورغان، هو كيادي لادي ان دو توت لي سيلول د لورغانيزم. دونك هادو هما يعني دي مالادي دي سيلول سوماتيك. ودابا ندوزو للتيب الثاني واللي هو لا باثولوجي او انومالي دو ادي ان ميتوكوندريال. باغ ديفينيسيون les cellules possédant autre le génome nucléaire, un deuxième système génétique constitué par le génome mitochondrial, et les mitochondries sont des petits compartiments cellulaires où la consommation d'oxygène permet à la cellule de trouver sa source d'énergie. On a les femmes malades transmettant la maladie à tous leurs enfants, les deux sexes, et l'homme malade, nous transmettons la maladie. بالنسبة لي مالادي اللي كيتعلقوا لنا بالميتوكوندري كنسميوهم دي مالادي ميتوكوندريال، هما يعني زيادة على الادي ان اللي كاين في النوايو دلا سيلين، عندنا واحد الادي ان اخر اللي كيتواجدنا على مستوى الميتوكوندري، وهو كيكون يعني قدروا السبب دانتقال لي مالادي ميتوكوندريال. بالنسبة لي مالادي ميتوكوندريال باش كيتميزو لنا، اذا كان عندنا واحد الفوميل مالاد كترانسميت لا مالادي لي توت انفو، يعني سواء غارسون سواء فيل، يعني الام كتنقلنا المالادي للابن وللبنت. علاش؟ حيت بالنسبه يعني للام هي اللي كتعطي لادي ان للميتوكوندري، مي بالنسبه للام لوم مالاد نو ترانسميتون لا مالادي، ما كينقلش المالادي ديالو اللي كيتعلق بالميتوكوندري. علاش؟ حيت ملي كدوقعنا الفيكونداسيون ما بين سبيرماتوزويد اي ليفوسيت، ديك الادي ان اللي كيتواجدنا في سبيرماتوزويد ديال الام كيتقطع، حيت كيتواجد في الديل ديال سبيرماتوزويد، كيدخل غير لاتيت من الاوفي. لهذا بالنسبه للام ما كينقلناش المالادي اللي عندهم علاقه بالميتوكوندري، وكينتقلوا لنا غير عبر الام. دونك هذه هي الكاركتيرستيك اللي كيتميز بها دي مالادي ميتوكوندريال. قلنا هما يعني كينتقلوا لنا عبر الادي ان اللي كيتواجدنا على مستوى الميتوكوندري، وكينتقل عبر الام اللي كتقدر توشي يعني توت لونفو. يعني اذا كانت عندنا واحد الام مريضه
غادي ادينا يعني توت لي زونفو يعني لي زونفو اللي غادي نعطيهم كاملين غادي يكونوا مرادين سواء لونفو سواء يعني غارسون سواء في اي بالنسبه للوم لوم ما كينقالش المرضي حيت بالنسبه للميتوكوندري ديالو ما كيتقالش يعني في شنو سميتو في الفيكونداسيون حيت داير سبيرماتوزويد كيتقطع وما كيمشي معاه ديك الميتوكوندري دونك هذا بالنسبه يعني المرضي الميتوكوندري وكذلك شفنا مرضي دي سيلير سوماتيك زيادة على دو مالادي اللي شفنا من قبل دونك هادو هما يعني لي كاتر تيب دي مالادي اللي غادي ندرسوهم ان شاء الله في هذا الكور هذا وغادي نركزوا عليهم وغادي نتعمقوا عليهم غادي نعرفوا دي كاركتير ديالهم اي دي بارتيكولاريتي اللي كيتعلقوا بهم كذلك في لي ريديتي دو دومينونس اي لي ريديتي دو ريسيسيف سواء اوتوزومال او لا غونوزوم يعني سواء اللي كيتعلقوا لنا بلي جين اوتوزوم يعني عاديين او لا دي جين سواء اكس و واي وغادي نحاولوا ندرسوا كل واحده بوحده ونشرحوها مزيان وان شاء الله غادي يكون خير اذا حاولوا يعني تاخذوا هاد لي ديفينيسيون هادو عندكم اذا ما كانش يعني شي حاجه مفهومه وما وضحاتش فيهم بامكانكم يعني تنزلوا لي كيستيون ديالكم في الكومونتير وان شاء الله من بعد غادي نجاوبكم اذا دابا كنكونوا طلبه وصلنا يعني النهايه ديال هاد الفيديو هذا وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي ماجي اللي مور هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا البارتي الاولى ديال الكور جينيتيك ايمان اللي كتعلقنا بلي غيديتي اوتوزومات سواء غادي ندرسوا الغيتيسيف او لا دومينو او لا غادي نحاول يعني نديرهم فيديو ديالهم بحدهم واخا غادي يجي طويل شويه مي باش يعني نكتسبوا شويه الوقت ونزيدوا يعني نتقدموا في الكور باش ندوزوا نبتدي ليكزام دونك الله يوفقكم والله يوفق الجميع ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله وبالنسبه يعني للطلبه اللي عاد كيشوفوا هذا الفيديو هذا ما ينساوش يديروا جيم اي ابوني للقناه وكذلك يفعلوا الجرس باش ان شاء الله فين ما يعني نحط شي فيديو جديد يطلع لهم ميساج ديالهم والله يوفق الجميع والله يعاون